نرجع دحين لسارة ونشوف مع خبيرة الإتيكيت نادين الظاهر كيف لازم تكون إتيكيت عزائم الإفطار والسحور. فعلا نادين صارت معي عبر سكايب. نادين زمن عنك، صباح الخير ونقول لك كل عام وانت بخير. صباح النور وانت بألف خير، وان شاء الله تنعاد عليكم بالصحة والعافية. آمين. وعلى أهلنا. آمين. وعلى العالم العربي بهداوة البيل بقى، وبدنا سليم وبدنا حب وبدنا اي والله هيك يعني رمضان يجي علينا ونحن مبسوطين وفرحانين، ولازم زيادة هالسنة. انا لك كثير سارة. وانا كمان والله نادين، وين مختفية؟ وين ما بتجي عندنا والله لازم. انا مقصرة صراحة، بس شو بدي اقول لك يعني بتعرفي العتاب من الاتيكيت ولا لا نادين؟ هو من المحبة اكيد ومن المحبة عشان بس اتاكد يعني هو من المحبة والله عشان وحشتينا نادين. احنا أكيد. رمضان السنة يعني السنتين اللي فاتت كان جدا مختلف، يعني لو نرجع قبل سنتين كان كل احد في بيته بيفطر لحاله. السنة اللي فاتت كان شوية نص نص، في اجراءات بس ما يعني اخف شويتين. هذه السنة الحمد الحمد لله هذه الإجراءات ما هي موجودة، وصار وحشنا هذا رمضان اللي كلنا نتلم في مكان واحد. لكن إيش هي الأمور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار زي ما يقولوا؟ هلا صحيح كان كورونا كانت ضيف ثقيل كثير ومميت، نحن حكينا كثير عنه، وان شاء الله يا رب هالسنه يعني نكون خلصنا منه نهائيا. ولكن لازم نضل في حرص، يعني اذا شخص عرف حاله انه هو بعد الاجراء اللي نحن دائما بنقوله بين الاتيكات وبين الصحه، اكيد الصحه هي اللي بتغلب. بين الاتيكات وبين العادات والتقاليد، العادات والتقاليد هي اللي بتغلب. اليوم بس الشغله الوحيده اللي نحن بعدنا بنطلبها انه اذا في حدا صار عنده اي عارض من عوارض الكورونا، حتى لو هو عمل اذا بدك عمل فحص، عمل بي سي ار وطلع نيجاتيف، يمتنع على الاقل لمده 4-5 ايام على مخالطه الاخرين، منعا لاي يعني مشكل ممكن يكون، او حتى اي عدوى، حتى اذا كان قريب او يعني من اللياقه انه نحن نحافظ على صحه الناس. لانه نحن بنعرف انه بعد منا مالكين فكره الكورونا كلها، يعني بعد في امور نحن ما بنعرفها، في ناس بتطلع نيجاتيف بالاول بترجع بتطلع بوزيتيف بعد شوي. فاذا كان عندك اي عارض، ما في عندك اي مشكله انك انت تقول بعتذر انا عندي عوارض كورونا، هيدي الشغله الوحيده اللي اليوم فينا نعتذر فيها. أكيد. على الاخر دقيقه يعني ما في مشكله ابدا، وكل العالم بتقول ايه ايه اكيد اكيد ما في مشكله ابدا بهيدا الموضوع. بس يخوف يستخدموا العذر نادين، هم فعلا ما عندهم عوارض، هم بس عذر عشان ما يبغوا يروحوا العزيمه. ماشي ساره، هيدي كمان كنت يعني سحبتيها من تمي. شغله ثانيه انه نحن قبل كنا مثلا صار لنا كان سنتين، حتى فيما يختص عزيمة العائله كنا نطلب بي سي ار من الكل، وكنا نطلب عدم المخالطه، كون انه الاكثر ضررا هم الاشخاص اللي هم كبار بالسن. هلا طبعا اليوم الكورونا الحمد لله نشكر الله، حتى وقت اللي عم تيجي خفيفه صار هو اخف، وصرنا نحن مطعمين، يعني معناتها ما عندنا مشكله. ولكن نحن ما في حدا فينا بيقبل انه يعدي الاخرين بهيدا المرض، لانه ما بنعرف مضاعفاته على الاخرين. كنا هديك السنه نطلب بي سي ار قبل ما يجوا، هلا طبعا طيب بس خلص هذه السنه ما يحتاج بي سي ار، ما يحتاج. ايش رايك؟ لا، لانه الا اذا كنتوا جايين من بلاد ما نكون مطعمين لثلاث اطعم، لانه كمان لازم لا يعزموا نادين، خليهم يكونوا صح. اكيد اكيد. ومن هيك انا بدي اقول لكم انه شو هلا الاصول الجديده. نحن برمضان في 30 يوم، رمضان مبارك على الجميع، اول 5 ايام اجمالا من ما حدا بيعزم اجمالا. ليه؟ لانه بيكون الصائم بعده عم بيتعود على الصيام، وممكن انه هالشيء ياثر عليه جسديا، يعني بعد ما تعود. فاول 5 ايام نحن بنقول ممكن انه ما يصير في عزيم، ولكن في اشخاص دغري بتفوت بهيدا الصيام وبكون عندها يعني ما عندها مشكله. ولكن اول 5 ايام هن بنعتبرهم فقط للعائله، فقط للاشخاص كثير مقربين، ونحن بنعرف انه بالعادات والتقاليد تبع رمضان هي جمع العائله وافطار صائم، لانه افطار صائم كثير محبب، يعني كثير مستحب دينيا. فاذا نحن وقت اللي سيده بتقوم بافطار الاشخاص هي بيكون لها ثواب طبعا جميل جدا. فاذا اول 5 ايام الامتناع
مستحب، غير بالاحرى غير مستحب انه ينعزم، ولكن عندنا خمسة مع انه معروف نادين اول يوم اول يعني اول يوم رمضان معروف يعني ما يبغى لها عزيمه، انه دائما يروحوا يفطروا عند كبير العيله الجد او الجده، وكل الاعمام يتجمعوا مع اولادهم واحفادهم. فانا فاهمه ايش قصدك على موضوع انه يمكن حيكون صعب اول يوم، يمكن واحد اخلاقه مو مره فظيعه، بس لازم يكون في هذه جمعه العيله. صحيح، أنا عم بحكي على أشخاص من خارج العائلة. أوكي. لأنه جمعة العائلة دايماً موجودة 30 يوم، يعني 30 نهار، ولكن عزيمة أشخاص من خارج العائلة، لأنه بالعادات والتقاليد مثل ما مشينا بالأساس بنكفي فيها، يعني إذا كنا أوريدي نحن كل سنة هيك بنبلش هذا الشيء بصير خلص جاهز، ولكن إذا حابين نعزم أشخاص من خارج العائلة مش اول خمس ايام لحتينا العالم تكون اخذت على بعضها. طب نادين لو بس تعطينا مثلا اتيكيت الاشياء البيسك، يعني مثلا اذا ابغى اعزم احد كم مفروض قبل كم يوم، اذا مثلا ابغى اروح اخذ اكل او مثلا حلى معايا ايش المفضل، متى اروح متى امشي، يعني كل هذه البيسكس زي ما يقولوا. فكرة معينه، فاذا نحن نقدر نرسل العزيمه بنقول 5 رمضان 6 رمضان 7 رمضان، يعني هيدي بتعرفي لحتنا لمنع الالتباس، فمنعزم فينا نعزم كل الشهر، يعني فينا نعزم الاشخاص من اول الشهر لاخره، بنقول ب 30 رمضان نحن عاملين عزيمه، ب 25 رمضان فينا نعزم من قبل بثلاث اسابيع. ليش بنقول واحد رمضان؟ لانه نحن بنكون اجمالا مش متاكدين امتى ببلش، اذا كنا متاكدين وعارفين اي نهار ببلش فنحن بنقول ب 30 نيسان واحد نيسان خمس نيسان، ولكن يستحب انه نقول ب يعني خامس من رمضان، لانه هيدا وقت ما حدا بيغلبط فيه، ونحن بنقول فينا نعزم كل الشهر، يعني فينا نعطي عزيم على كل الشهر، امتى؟ قبل بثلاث اسابيع من بداية شهر رمضان، فينا اوريدي نحجز العالم، نحن بنسميها سيف ذا ديت، بخمسة رمضان احجزي حالك أنا عاملة عزيمة ثلاث أسابيع قبل رمضان؟ إيه ثلاث أسابيع قبل كثير والله نادين، لأنه لا والله السيف ذا ديت دائما بيكون قبل ثلاث أسابيع، سيف ذا ديت، ولكن أول يعني قبل أسبوع من النهار بنرجع بنأكد على هيدا الموضوع، يعني في عندي تقريبا سبع أيام، لأنه الناس بتنحجز، لأنه يعني الناس بتعرف وهي بدها تعمل إفطارات، يعني أنا مثل ما أنت عزمتيني أنا كمان بدي أعزم، بدي أعزمك لعندي، فإذا هيدي أمور بتصير بأخذ وعطاء، فليش العالم بتعرف لحتى يكون محجوزين ببين عندها أي أيام هي منا معزومه وحابه هي تعمل هيدا العزيمه، فمثلا الناس بتقول ب 12 رمضان بليز نحن انا عندي الافطار، وهيك العالم بتعرف تعمل حسيبها قبل، فاذا سيف ذا ديت احجز الوقت قبل ثلاث اسابيع وقبل اسبوع من رمضان بنذكر، وقبل باربع ايام بنرجع بنبعث المسج او التليفون. انا نسيت من دحين يا نادين نسيت من دحين اذا من زمان، بس خلينا ننوه نادين يمكن انه هذه الاتيكيت ينطبق على مثلا اذا كانوا اصدقاء او زملاء او مثلا اكستندد فاميلي زي ما يقولوا، لكن الاهليه الصغيره رفع التليفون ايش طبخين اليوم واجي على طول، ما في عزايم. ايه بالاهليه الصغيره لانه نحن ما في بقى اتيكيت، خلص نحن بنعرف، صح بالعكس نحن بنحط المنيو، نحن بنعرف شو بدنا، نحن بنجيب معنا الاكل، هلا رح اقول لك، فاذا بالعائله ضمن العائله الواحده ست البيت هي اللي بتعطي التوجيهات، سارة أنت بتعمل اليوم ورق عريس، نادين أنت بتعمل اليوم المنسف، فكل شخص له اختصاصه، خصوصا أنه في ناس بتبقى أكلها طيب وبحابة تشارك. نادين أنت إيش اختصاصك في المطبخ؟ والله أنا ما بطبخ أبدا، سارة ما تزمتيني. طب لو جاية عندي مثلا إيش حتجيبي معك؟ حتجيبي حتشتري طرطة؟ هلا وقت بدي اشتري حلو، صحيح، والحلو بالعائلة كمان كل واحد بيكون اختصاصه، حدا قطايف، حدا كنافي، حدا عثمانية، حدا يعني كل شيء كليج رمضان، فإذا كل شخص هو بيكون مخصص لحتى نجيب هيدا الحلو، ولازم نعلم ست البيت إنه نحن هيك رح نجيب،
حتى بذهني ان هي منا عائليه. اذا حضرتك عزمتيني بقول لك الكنيسه علي، وطبعا انا بكون عارفه بعمل حساب كثير اكثر من الاشخاص اللي موجودين، يعني اذا انت عامله 30 شخص انا ممكن اجيب ل 40 او حتى 50. بس هو المفروض ارفض نادين صح ولا لا؟ يعني لا أبداً. مش ارفض لا لا بس لا لا انه لو احد قال لي مثلا كنافه علي انا اكيد ذوقيا حقول انه لا ما يحتاج، المهم انتم جايين هذا يعني صح؟ برمضان برمضان المشاركة هو أساس كل شيء، برمضان هو الوقت الوحيد اللي ما فيك ترفضي فيه أي مساعدة وأي أي شغلة نحن حابين نجيبها، لأنه ما فينا نعمل غير هيك، أنا كمان بدي شارك، فأنت بتقولي لي تكرم ألف، اللي أنت بتريديه جيبيه، بس نحن اللي حنكون عاملين مثلا هيك هيك هيك، أوكي. ليش بنقول؟ لأنه ست البيت لازم تكون عامل حسابها، فإذا كان اليوم أنا وياكي وشخص آخر جايبين كنافة، يمكن في ناس بتحب الكليش، فأنت بتكوني هيك وجهتي، لا ما بترفض برمضان بشكل خاص، ما بنرفض أبداً أي متاع وأي شيء حابب لحد. والله بالذات الكنافة مستحيل لا تنرفض، شكراً لك نادين، يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله شهر مبارك عليك حبيبتي. ألف خير. شكراً لك. شكراً يا حبيبتي.